في التحليلية. تونس ترفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع سوريا، هل عادت العلاقات إلى طبيعتها؟ تحقيق سيمور هيرش عن التورط الأمريكي في تفجير نورد ستريم يزعج واشنطن، ماذا يترتب على المعطيات الجديدة؟ الاقتصادي اللبناني حسن مقلد يفند القرار الأمريكي بوضعه على لائحة العقوبات، أي أبعاد سياسية للقضية؟ وفي وثيقة اليوم، البنتاغون يتطلع إلى إعادة تشغيل البرامج السرية في أوكرانيا، ماذا يعني ذلك؟ وفي قضية اليوم، زلزال تركيا وسوريا، كيف فضحت الكارثة الجديدة النظام الرأسمالي العالمي؟ التحليلية تأتيكم يومياً الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القدس الشريف.